أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وأنتم من تقولون إني أنا. مستمرين مع السؤال الوحيد اللي سأله رب المجد المريض بركة بيت حسدة. النهاردة دي الحلقة الثانية، مكملين مع بعض، وقلنا أن البرنامج كله قائم على أسئلة المسيح على الأرض للناس اللي لسه بتتابعنا أو أول مرة تابعنا. فمن فضلكم ارجعوا وبصوا على الحلقات اللي فاتت، احنا تقريبا في الحلقة حاجة و70 يمكن 72، فعايزين نكمل مع بعض لان واضح ان البرنامج ده طويل، وعلى قد ما نفسنا يطول وصحتنا والعمر يطول هنقدر ان شاء الله نتأمل ونستمتع بكلمات المسيح وخاصة اسئلة المسيح على الارض، سواء اللي هو سألها او اتسألت له. طبعا بنسأل نفسنا بعد السؤال بعد الحلقة الاولى، طب ايه هي بيت حسدة دي؟ يعني أين توجد بيت حسدة؟ أولا هي حي من أحياء أورشليم، بتقع في الشمال، شمال الهيكل من الجهة الشرقية، شمال الهيكل من الجهة أو شمال شرق الهيكل. في الحي ده، في المكان ده، في البيت ده، في بركتين، والبركتين دول متصلين ببعض، وفي أروقة. أروقة يعني أعمدة عليها أسقف، فممكن تمشي فيها في ظلة، يعني مش محتاج، يعني تقدر تعيش فيها، تقدر تقعد فيها. فالبركة دي الناس بتقعد فيها، وكان يعني فيها فكرة انه استشفاء، فكرة ان الناس بتروح عشان تستشفي في البركة دي، اللي زي ما قلت لكم البركتين موجودين، لكن بركة بيت حسدة اللي بنتكلم عنها دي هي اللي فيها الشفاء اكتر، والناس كانت بتبقى قاعدة حوالينها عشان اللحظة اللي يجي الملاك ويحرك ينزل حد عشان يستشفى. طبعا رأيي المتواضع جدا، مفيش ملائكة بتشفي، مفيش بركة بتشفي، الشفاء فقط هو من عند الله، الله هو المصدر الوحيد لأي شفاء، مفيش أي حاجة تانية بتشفي. نيجي بقى يعني اتكلمنا عن سؤال ربنا المرة اللي فاتت، النهاردة هنكلم عن رد المريض، وقلنا ليه ربنا سأل السؤال الذي يبدو في غير محله، وقلنا لا في محله، وقلنا ليه وفي صعوبة جدا بعد 38 سنة تغير عنوان بيتك، مش المكان اللي انت فيه، الناس اللي اعتدتها، الطريقة اللي انت عايش بيها، مش بس المكان، انت خلاص انت بتاكل لقمة عيشك بالشحاتة، انت ما جربتش التعب، انت يمكن وانت عندك 10 سنين جالك الشال بقيت مفلوج او بقيت مشلول، فانت ما جربتش اصلا التعب، وانت شايف الناس تعبانين حواليك وخلاص، الكسل والراحه والشحاته وغيره انت استسلمت ليه. ليه بقى؟ لا يعني اولا بنكتشف ان الراجل ما جاوبش على المسيح، يعني لما قال له اتريد ان تبرأ، نعم يا سيد، وخلاص زي ما حصل مع اكتر من شخص قبل كده، قالوا له نعم يا سيد. فهنا اللي حصل بقى بعد ما قال له كده، أجابه المريض، شوفوا رد المريض، يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء، بل بينما أنا آتي ينزل قدامي آخر. طب أنت ما جاوبتش، أنت ما جاوبتش، أنت بتحط عراقيل، أنت بتحط مشاكلك، أنت عايز تاخد تعاطف المسيح معاك، أنت غصب عنك، أنت ليه المدة طويلة؟ لا، المسيح بيقول لك سؤال واضح جدا، أتريد أن تبرأ؟ ده مش رد على سؤال المسيح، ده انت بتزوغ من سؤال المسيح، يبقى ليه حق المسيح يسألك السؤال ده عشان ياخد منك إجابة واضحة ان دي رغبتك، مش حاجة بتحصل غصب عنك. عشان كده المسيح لم يشفي احد دون إرادة منه ابدا ابدا، يعني حتى الناس اللي كانت شفاء جماعي اللي انا اتكلمت عنهم، مجموعات الشفاء الجماعيه، الشفاء الجماعي اللي هي المجموعات اللي بتيجي بامراض مختلفه، بيجي الاهل لغايه عند الرب يسوع، مش الرب يسوع بيروح، هم بيجوا له، بيعرفوا هم مكانه فين، بيجوا له بقى بمفلوجين ومسروعين وعليهم شياطين و بيجيبوه له لغايه عنده هو، عشان هو يلمسهم، عشان هو يشفيهم. ايه الاشياء اللي كانت عند المريض ده وبيعتبرها عقبات انه مش قادر يشفى زي غيره؟ اول حاجة انه وحيد، وانه ضعيف، وانه عاجز، يعني مرضه نفسه مخليه عاجز. تاني حاجة ودي مهمة قوي، ليس له اصدقاء، يعني في ناس بتجيب ناس، في ناس اهل حتى ملوش اهل، فليس له اصدقاء، عنده احساس بوحدة شديدة، هو وحيد فعلا، عاجز تماما انه يقدر يساعد نفسه، انه حاول مرات قبل كده يلحق ملحقش، يعني فشل
في عدة مرات قبل كده. كل ما بيبتدي حد يساعده عشان ينزل يكون في حد لا ونزل قبليه. وأهم حاجة بيقارن نفسه بغيره، بيقارن نفسه باللي حواليه، وللأسف دي آفة فينا كلنا. بننظر لغيرنا وبننظر لبركات ربنا مثلا مديها الناس غيرنا، إمكانيات ربنا مديها الناس غيرنا، ونبتدي نلوم ربنا ونبتدي يصعب علينا نفسنا. أول درجات الضعف الروحي إنك ترسل لنفسك، تشعر انك حتى الخدام، يعني اول درجات الفرقه والانشقاق جوه الكنائس لما يبتدي واحد يشعر انه مش واخد المكان اللي هو يستحقها، فهو عايز حاجه افضل، فهو بيصارع عشانها، فبيعمل ازعاج للجسد، بيعمل انزعاج شديد للجسد. الروعه بقى في الموضوع ده كله، الرب لم يلتفت لاجابته. الرب لم يلتفت لاجابته، الرب اعطاه اللي هو محتاجه طالما بيقول أنا حاولت وأنا عايز. فيقول الكتاب، فقال له يسوع، أول ما سمع الإجابة بتاعته اللي مليانة مشاكل، قم احمل سريرك وامشي. هنعرف بعد كده غالبا الراجل ما كانش مبسوط بالشفاء، يعني الحلقة الجاية هنعرف ليه، عندنا أدلة كافية ان الراجل ده ما كانش مبسوط، عكس المولود أعمى، عكس ناس كتيرة كانت فرحانة بالشفاء. زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت غالبا كان اعتاد تماما، يعني ما لقى نفسه في ورطة كبيرة انه هيبتدي يعني يعتمد على نفسه بدل ما يعتمد على غيره. اول حاجة بقول يا رب ساعدنا ما نستسلمش لمرضنا. الراجل ده كم سنة؟ 38 سنة. 38 سنة دي لما انا عاوز افكر فيها، ايه الحاجة الوحيدة اللي تفكرني بيها؟ تيهان الشعب في البرية كان 38 سنة مش 40 سنة. الحاجة الوحيدة اللي تفكرني تيهان الشعب في البرية. الكلام ده نقراه في تثنية، كويس نروح لها، تثنية 2:14. ده المكان الوحيد في الكتاب المقدس، يعني مفيش في الكتاب المقدس كله مكان بيقول لي أين كان مكان التيهان ومدة التيهان إلا تثنية 2:14. فخلينا نقرأ في تثنية 2:14 ماذا يقول لنا الكتاب. والأيام، ده موسى بيقول للشعب عن الخبرة اللي هم ما اكتزوهاش، لأن ده الجيل الثاني، فبيقول لهم والأيام التي سرنا فيها من قادش برنيع. قادش برنيع ده المكان اللي بعت منه الجواسيس عشان يتجسسوا الأرض في سفر العدد صح 13 و14. والأيام التي سرنا فيها من قادش برنيع، قادش برنيع هي شمال سينا، يعني أقصى حاجة شمال سينا، حتى عبرنا وادي زراد. وادي زراد هي يعني أول نقطة بنمر بيها من نهر الأردن، يعني أول وادي أو أول نهر، يعني في زراد وبعدين في أرنون، بعد كده في اليبوق وفي اليرموك، دول أربع أنهار. أول نهر أول وادي هنعبره عشان نقول إن إحنا رحنا بس للضفة التانية، يعني ما وصلناش لسه المؤاب، لكن هو وادي زراد. فبقولك إيه الأيام التي استغرقناها، يعني سرنا فيها من قادش برنيع حتى عبرنا وادي زراد، كانت 38 سنة. فالتيهان 38، الراجل ده 38 سنة في نفس المرض، في نفس الألم، في نفس الضعف. احنا مش عايزين نعيش المدد دي يا رب، يعني اشفينا بسرعة، مش عايزين نتعود على المرض للدرجة يكون جزء مننا، وان كل اللي عايزينه شفقة الناس علينا. تاني حاجة، ما تسمعش يا رب ان انا بص للناس اللي حواليا وقارن نفسي بيهم، يعني انا عايز انظر ليك انت وحدك، يعني اتامل فيك انت وحدك، اثبت عيني عليك انت وحدك، انت قدوتي وانت اللي هتاخد بايدي عشان اكون في افضل وضع او في اي افضل حال ممكن. الراجل ده قال له ليس لي انسان. يا رب هبنا اصدقاء حقيقيين بيساعدونا في حياتنا بالذات الروحيه، في علاقتنا بيك، وخلينا احنا اصدقاء ايضا لاخرين نساعدهم في علاقتهم بيك. يعني الجزء الروحي ده من اهم الاجزاء، الناس الضعيفة والسينة لازم نلتفت ليها، لازم نهتم بيها. وإحنا لما بنضعف يا رب هبنا أصدقاء يهتموا بينا، يقربوا مننا، يساعدونا نرجع تاني، ننهض تاني من جديد، نبني علاقتنا بيك. ونشوف بعض الحلقة اللي جاية.